بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبًا للكافرين: وإن كنتم في ريبٍ مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورةٍ من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله، فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وادعوا شهداءكم، أعوانكم، أي قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم. وقال مجاهد رحمه الله: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء، وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن. فقال عز وجل في سورة القصص: قل فأتوا بكتابٍ من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب، أي في شكٍّ مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورةٍ من مثله، يعني من مثل هذا القرآن. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير رحمهم الله بدليل قوله: فأتوا بعشر سورٍ مثله، وقوله: لا يأتون بمثله، وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي
مثله، والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ لا إله إلا الله. فالقرآن العظيم كلام الله، وأعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. فتحداهم الله أن يأتوا بمثله وعجزوا. فالقرآن كلام الله جل جلاله، فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن وتدبره والعمل به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، والمسلمين والمسلمات. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جل جلاله. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر، هي بيوت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته، أي كلام فارغ لا فائدة فيه. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير. فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد
ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في وفيها وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر؟ وقال: أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلًا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دني، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف رحمهم الله: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأوعها سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. لفظ مسلم رحمه الله. فأعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي عجز كل الأعداء عن أن يأتوا بمثله. ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. وقوله: وإنما كان الذي أوتيته وحياً، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء رحمهم الله والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات أي المعجزات الدالة
على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله 1000 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصوفية، الصوفية الضالة، فقال: إن كان هذا القرآن معجزًا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلًا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر: وإنا أعطيناك الكوثر. فالقرآن كله معجز سواء كانت السور طويلة أو قصيرة. فالقرآن العظيم أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والمراد بالحجارة هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، أي رائحتها كريهة، وهي أشد الأحجار حرًا إذا حميت، أجارنا الله منها، آمين. قال عبد الملك ابن ميسرة رحمه الله الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير رحمه الله وهذا لفظه، وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه رحمهم الله، وقال: على شرط الشيخين. وقال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال مجاهد رحمه الله: حجارة من كبريت أنتن، أي أخبث رائحة من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: هي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج رحمهم الله: حجارة من كبريت أسود في النار. وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم. وقيل المراد بها
حجارة من حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حكاه القرطبي وفخر الدين رحمهم الله ورجحه على الأول، قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى، وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف رحمهم الله من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص النورة يكون أحجارا فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها، وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهبها، كما قال: كلما خبت زدناهم سعيرا. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهكذا رجح القرطبي رحمه الله أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها، قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذن في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. قال المعلق: رواه الخطيب في تاريخ بغداد رحمه الله من طريق المفيد عن الأشج عن علي رضي الله عنه به مرفوعا، فالله أعلم. ثم قال القرطبي رحمه الله: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر كل ما يؤذي وهو في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أعدت للكافرين، أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وقد استدل كثير من أئمة السنة رحمهم الله بهذه الآية على أن النار موجودة الآن، لقوله أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت الأحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار. ومنها استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: سمعنا وجبة أي صوتا فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم. فدل على أن النار كبيرة وعظيمة وعميقة. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار،
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى، يعني أن الجنة موجودة وأن النار موجودة. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي بُلذِر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. المعتزلة طائفة ضالة ينكرون وجود النار الآن، وقولهم باطل، فدلت الأدلة على أن النار موجودة وأن الجنة موجودة. تنبيه ينبغي الوقوف عليه، قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين أصول الفقه كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً. وقد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السورة خارج عن مقدور البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزاً، فعلى التقديرين يحصل المعجز، هذا لفظه بحروفه. والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر وهو الزمان، إن الإنسان لفي خسر، الناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم. عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، قاتله الله، وذلك قبل أن يسلم عمرو بن العاص. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو وكان مشركاً: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ففكر مسيلمة قاتله الله ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ وعمرو بن العاص مشرك في ذلك الحين. فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لا أعلم أنك تكذب، وهو مشرك، وأنا أعلم أنك كذاب، هذا كلام فارغ. ثم أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم برحمتك اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله عليهم الصلاة والسلام الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح الأقوال، على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر. مثاني يعني يذكر الإيمان ثم يذكر الكفر، أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، يعني ليس هناك حفر بل تجري بدون أخدود. وجاء في الكوثر، نهر الكوثر، أن حافتيه أي جانبيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، وطينها المسك، طين الكوثر المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله وكرمه، إنه هو البر الرحيم، آمين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله قرئ على الربيع بن سليمان رحمه الله: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. أنهار الجنة تفجر من تحت جبال المسك. قال المعلق: ورواه أبو نعيم رحمه الله في صفة الجنة من طريق الربيع بن سليمان به، ورواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق القراطيسي عن أسد بن موسى عن ابن ثوبان به. وقوله تعالى، وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك وكرمك وإحسانك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي رحمه الله في تفسيره:
عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير رحمهم الله. وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد رحمه الله يقولون ما أشبهه، يعني يشبه الذي كان بالأمس ولكن الطعم مختلف. قال ابن جرير رحمه الله وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد رحمهم الله يقولون ما أشبهه به، لكن اللون واحد والطعم مختلف. قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود رحمه الله حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة عليهم السلام كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران، الحشيش زعفران، وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفاً به، فيقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف. وهو قوله قول الله تعالى وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله بإسناده عن السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال عكرمة رحمه الله وأتوا به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، الأسماء مشتبهة والطعم مختلف. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، رواه ابن جرير رحمه الله من رواية الثوري، وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. الأسماء
تشتبه والطعم مختلف. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمه الله في قوله تعالى وأتوا به متشابها، قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد رحمه الله من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة رحمه الله مطهرة من الأذى والمأثم، وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف وهو تغير اللون. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض، قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام حتى عصت، يعني أكلت من الشجرة، فلما عصت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدميك، أي يخرج منك الدم كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب، لكن هذا الأثر غريب. وقال الحافظ أبو بكر ابن مردوية رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن محمد حدثني جعفر ابن محمد ابن حرب وأحمد ابن محمد الجوري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق ابن عمر البزيعي حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، قال من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. هذا حديث غريب. وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي ابن عفان عن محمد بن عبيد، وقال صحيح على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه في نظر، فإن عبد الرزاق ابن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله لا يجوز الاحتجاج به، يعني راوي ضعيف. قلت والأظهر أنه أن هذا من كلام قتادة رحمه الله كما تقدم، والله أعلم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. آمين. لا إله إلا الله. قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي
رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة رحمهم الله أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت العبارة الأولى عن قتادة رحمه الله فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة رحمهم الله أقرب والله أعلم. وروى ابن جريج عن مجاهد رحمهم الله نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة رحمهم الله. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا إذ البعوضة تحيا ما جاعت، البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا رياً أخذهم الله تعالى عند ذلك، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم رحمهم الله رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم. فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير رحمه الله ما حكاه السدي رحمه الله لأنه أمس بالسورة وهو مناسب، ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. وما هاهنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير رحمه الله أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها، قال وذلك السائغ أي جائز في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار،
وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورويت بعوضة بالرفع، قال ابن جني وتكون صلةً لما وحذف العائد كما في قوله تماماً على الذي أحسن، أي على الذي أحسن هو أحسن. وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي يعني بالذي هو قائل لك شيئا. وقوله فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللوم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت، وهذا الذي قاله الكسائي وأبي عبيدة، قال الرازي وأكثر المحققين، وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء. الدنيا لا شيء، لو كانت تزن جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء، ولكنها لا تزن حتى جناح بعوضة، فعلينا أن نحذر فتنتها ونشتغل بما يقربنا إلى الله جل جلاله، ونأخذ منها ما يعيننا على الطاعة ولا يشغلنا ذلك. والثاني فما فوقها، أي فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة بن دعامة رحمه الله واختيار ابن جرير رحمه الله. لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء، قال رواه الترمذي رحمه الله من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه به مرفوعًا، وفيه أي في سنده عبد الحميد بن سليمان ضعيف. ويؤيده ما رواه مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة، أي تصيبه شوكة فما فوقها، إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. الحمد لله، المسلم إذا أصابه شيء يؤذيه الله يرفعه درجات ويمحو عنه خطايا. فأخبر أنه لا يستصغر شيئًا يضرب به مثلًا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لم يستنكف عن خلقهما عن خلقها، كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. المعبودات التي يعبدها المشركون لا تخلق ذباب ولو اجتمعوا، وإن أخذ الذباب منهم شيئا لا يستردونه، فلا يستحق العبادة إلا الله جل جلاله. وقال عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. المشركون اتخذوا آلهة لا تسمن ولا تغني من جوع، مثل العنكبوت اتخذت بيتا وبيتها لا يمنع عنها شيء، فهذا مثل المشرك كالعنكبوت اتخذت بيتا لا يغني عنها شيئا. وقال تعالى
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقال تعالى ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً ثم قال وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كلٌ أي ثقلٌ على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وقال تعالى كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل أنت وعبدك سواء تتصرف كما يتصرف فإذا كان عبدك لا يكون مثلك فكيف تجعل عبيد الله شركاء لله تعالى الله عما يشركون قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل العبد إذا كان مشترك والعبد الذي ليس له إلا سيد واحد ليس سواء فالعبد المشترك في عناء يرضي من أسياده وأما العبد الذي له سيد واحد يخدم سيده وهو في راحة فهكذا المشرك في عناء يعبد آلهة متعددة وأما الموحد يعبد الله وحده لا شريك له وقد قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف رحمهم الله إذا سمعت المثل في القرآن إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال مجاهد رحمه الله قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها وقال قتادة رحمه الله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك وقال أبو العالية رحمه الله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يعني خزنة النار 19 من الملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يعني خزان النار وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ملائكة الله
لا يعلم عددهم إلا الله. وكذلك قال هاهنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: يضل به كثيرا، يعني المنافقين، يضل المنافقين والعياذ بالله، ويهدي به كثيرا، يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم، وأنه لما ضربه له وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به، يعني بالمثل، كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، ويزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق ما ضربه الله له مثلا، وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين، قال: هم المنافقون، نعوذ بالله من النفاق وأهله. وقال أبو العالية رحمه الله: وما يضل به إلا الفاسقين، قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس رحمه الله، وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما يضل به إلا الفاسقين، يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة رحمه الله: وما يضل به إلا الفاسقين، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه: يضل به كثيرا، يعني الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي رضي الله عنه فقلت: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى آخر الآية، فقال: هم الحرورية، الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو تفسير على المعنى.